ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل طاجن اسدق بالبشاميل. هنقطع البصل شرايح، عايزه شرايح رفيعه، وهرجع اصغرها تاني، عايزه حجمها يكون اصغر من كده. هنكون محمرين الصدوق بتاعنا او سجق على حسب ما في البلد بتاعتكم او المحافظه بتاعتكم بتقولوا اسمه ايه. ونقلب البصله فيه، يعني نحمر الصدوق تاني ونقلب البصله انها تدبل معانا تاني. اول ما هتبدا تدبل البصله معانا هنبدا ننزل عليها بالطماطم، وطبعا اللي احنا هنستخدمه في البهارات هو الفلفل الاسود والملح بس، علشان طبعا الصدوق من الحاجات اللي هي متنكهة جامد بالبهارات، فمش محتاج يعني ان احنا نحطوله. هنحط الطماطم، واقلبهم، وطبعا هسيبهم على النار لحد ما الطماطم تدبل خالص. افضل اقلب فيهم احط الملح والفلفل بتاعنا، بس هو ده اللي انا هحطه، مش هحط حاجة اكتر من كده. زي ما قلت لكم الصدق طبعا بيبقى متنكه، اقلب فيهم زي ما انتم شايفين. الطماطم بدأ شكلها يتغير، وبعدين اول ما يجهز معانا هقلبه بقى في الطاجن اللي هيخش بيه الفرن. هنبدأ بقى نعمل الحاجة، الطبقة التانية اللي هنحطها فوقيه. هنحط اللبن على النار، وهحط عليه بقى الجبنات اللي عندنا المتاحة عندنا من الجبنة، اي جبنة موجودة عندنا، جبنة تركي، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، اي حاجة عندنا من انواع الجبنة بنحطها. واقلبهم حتى لهم الملح، واقلب فيهم عشان انا عايزه الجبنه بتاعتي تسيح كويس. طبعا الخليط ده عامل زي ما يكون بشاميل، بس مش عاملينه، مش مستخدمين فيه الدقيق، هي جبنه ولبن، وممكن نحط عليه بشاميل لو عملناه بالبشاميل عادي مفيش مشكله ان احنا نحطه فوقيه، هيبقى طعمه حلو قوي برضو. وهنا بقى هو في الفرن، دخلنا الفرن خلاص. طبعا مش محتاجين نحط جبنه في الوش لان هو اصلا الخليط بتاعنا جبنه فيه كتيره. طبعا كل حاجه تعتبر مستويه عندنا، احنا داخلين ناخد لون بس من فوق، وهو بدأ يغلي معانا في الفرن. اول ما هيحمر هنطلع وشه يحمر، يعني هنطلعه وبدأ اهو. اكلة خفيفة وسريعة، وهي كده معانا لقيت جاهزة خلاص اهيت. هنطلعها من الفرن زي ما انتوا شايفين، طعمها حلو قوي، جربوه يا رب يعجبكم، وبالهنا والشفا.